تعالوا نشوف كتاب المنصة في رياض الأطفال في الحساب. الناس مدرسين التأسيس اللي بيحبوا كتب الحساب اللطيفة خالص على الأطفال، ده أول حاجة هو في الكتاب. ده المستوى الثاني، مراجعة، رتب الأعداد تنازليا وتصاعديا والعد لحد 10 ولحد 13 وكتابتهم بالعربي، 15 16 18، من الديني، تمارين عن الفلوس والأحاد والعشرات، السابق والتالي، وخط الأعداد وتصاعدي وتنازلي. لحد 40 و50، جمع رقمين وطرح رقمين والأشكال الهندسية، مثلث ومربع ودايرة، وتكوين الأعداد لحد 10. وادي الكتاب بتاع المستوى الثاني، حلو قوي، تمارينه كويسة خالص، وكمان الكتاب سعره حلو جدا، الكتاب سعره فقط 55 جنيه.